مصري. هي رسالة طمأنة في المقام الأول. إحنا زي ما كان لدينا لجنة لإدارة أزمة كورونا كانت مشكلة على أعلى مستوى، ونجحت الحمد لله في إدارة الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، بل يعني النموذج المصري أثبت في التعامل مع هذه الأزمة، أزمة كورونا، إن هو كان نموذج فعلا يعني بيستشرف المستقبل. ما لجأناش لفترات إغلاق كبيرة، العامل الصحي كان موجود وحاضر. فإن شاء الله على نفس هذا المنوال تم تشكيل هذه لجنة أزمة أو إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية اللي أصبحت حاليا أزمة عالمية بفعل تأثيرها على الاقتصاد. رسالة للمواطن المصري، الحكومة والدولة المصرية بكافة أجهزتها وبكافة وزاراتها مستعدة وتدير يعني الأزمة الحالية. وأعتقد أن حتى بوادر الانفراجة بدأنا نلمسها مؤخرا. سعار الأسعار اللي كان على مدار الأسبوع الماضي بدأ يهدأ، بل أن هناك أسعار لبعض السلع بدأت تتراجع، ودي مشاهدات لنا جميعا، والتقارير اللي وردتنا موثقة بتثبت ذلك. وإن شاء الله هيستمر هذا الاتجاه، لأن احنا لسه في أدوات لم نستخدمها بعد، يعني مبادرة كلنا واحد لسه هتبتدي بكرة بمنافذها المتعددة اللي بتقترب أو بتزيد عن 900 منفذ. معارض أهلا رمضان هتبتدي بكرة أيضا 15 مارس بكل أدواتها وبأسعارها المنخفضة عن السوق. فماذا حدث في السوق لكي يبدأ في الهدوء، الهدوء اللي بدأ، يعني طبعا مش الهدوء اللي احنا نتمناه جميعا ان تعود الأسعار لما قبل الأزمة، لكن على الأقل تمكننا ان احنا نوقف يعني الزيادات الأسعار عند حد معين، ونزلنا بالأسعار في بعض السلع الأخرى. ليه ده حدث؟ لأن الحكومة يعني الدواء اللي استخدمته في التعامل مع الأزمة هو زيادة العرض. لما العرض من السلع المختلفة زاد، بدأت مخاوف الناس تجاه حدوث نقص في السلع تتلاشى. بدأ يروا حقيقة أن مهما اشتروا من سلع بيجي في اليوم التالي بيلاقي الأرفف ممتلئة ومزيد من السلع تم ضخه في الأسواق. فكده زال لدى المواطن الشعور بأن هيحدث نقص في السلع، وأنك لازم تخزن أو لازم تعمل أي شيء من هذا القبيل. والأداة الثانية اللي الحكومة استخدمتها ونجحت في إحداث هذا التراجع الطفيف والتدريجي في الأسعار، إن احنا نزلنا السلع بأسعار مخفضة في المنافذ المختلفة. هضرب مثال، مثلا اللحوم اللي وزارة التموين نزلتها هي نفس أسعار اللحوم التي كانت سائدة قبل قيام الأزمة الروسية الأوكرانية. يعني نفس الأسعار، نفس سعر اللحم اللي كنت بتشتري بيه اللحم السوداني المذبوح في مصر أو اللحم البرازيلي المجمد أو اللحم الهندي، هي نفس الأسعار، لم تتغير. من كم لكام؟ يعني اللحم الهندي 55 كيلو 55 جنيه للكيلو؟ 55 جنيه للكيلو، وده نفس السعر اللي كان سائد قبل الأزمة. اللحم البرازيلي المجمد بنتكلم في 85 جنيه للكيلو، وده نفس السعر برضو اللي كان سائد قبل الأزمة. والسوداني المذبوح في مصر ب 95 جنيه للكيلو. فوقف على ذلك بقى عديد من السلع الأخرى، زي ما وضح النهاردة دكتور علم صلحي وزير التموين، سيتم ضخها بنفس الأسعار التي كانت سائدة قبل الأزمة وبكميات كبيرة. يعني ما فيش خوف إن مثلا لدينا كمية معينة حننزلها بهذه الأسعار المخفضة ويعني وتخلص أو تنتهي من السوق. لا، لدينا من الكميات ما يكفي. وعلشان كده بمنتهى الثقة رئيس الوزراء وجه النهاردة إن معارض أهلا رمضان تستمر، وهذه المبادرات تستمر طوال شهر رمضان، مش بس يعني تنتهي خلال الأسبوع الأول كما جرت العادة، أو حتى قبل، يعني بعض المبادرات كانت بتنتهي قبل مجيء الشهر، يعني بتبتدي قبل شهر رمضان وبتنتهي أول أو تاني يوم في رمضان. لا، هذا العام ستستمر هذه المبادرات طوال شهر رمضان، حتى تستمر 45 يوم، شهر ونص تقريبا يعني بالضبط. لو هنبتدي بكرة 15 مارس، هتنتهي آخر شهر إبريل مع نهاية شهر رمضان، بنتكلم فعلا حوالي 45 يوم كاملة لأول مرة. ودي طبعا رسالة طمأنة كبيرة جدا، وبتدل على ما لدينا من ثقة في المخزون الذي لدينا. ليس لدينا أي خوف أن هذه المبادرات تستمر بهذه الأسعار وبهذه الكميات طوال 45 يوم كاملة. ومش بس كده، طوال إن شاء الله
ما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية. طيب سعادة السفير، هو ما حدش عارف الأزمة دي هتخلص إمتى، إيه السيناريوهات المتوقعة أو من خلال هذه اللجنة المطروحة في حالة لا قدر الله الأمور استمرت يعني فترة طويلة، مش شهرين ثلاثة، استمرت